خلاص يعني اول ما يجي عندك البيت كلميني. لا مش سي قوي، لو عاوزت حاجة تانية اكيد هقول. اوكي هالتي باي. دي البنت اللي قلتلك عليها، جبت منها الشوز وجابتها لي في اسبوع. وبتجيب براند ايه؟ كل بصي هوريكي الشوز اللي جبتها، جوتشي، جامدة. I'm in love with it. تحفة. أنا عايزة واحدة. How much is it for؟ دي كانت 14K. حلو قوي. أنا شفتها على انستغرام بيج ب 22 نقطة على فكرة. تحفة. يا جماعة بصراحة أنتوا تافهين قوي، عايشين كده إزاي؟ يا واد دي عميق. وأنت على أساس بقى حواراتك إيه إن شاء الله؟ أنت ما بتتكلمش غير في العربيات أصلاً. أيوة بس على الأقل عربيات. ومالها الجزمة؟ يا بنتي دي جزمة. ايه ده كله؟ وانا مش كنت طالبه 12 بيسز بس؟ يا بنتي هو مش قالك خالو بيحب السوشي وجاي ياكل معانا؟ اه صح نسيت. وخالك جاي ليه بقى ان شاء الله؟ عادي جاي يعني، ده بيكو. والله مين بيكو؟ بيكو خالي. ايه ده؟ هي ما شافتش بيكو قبل كده؟ لا بس ما تشوفيها تفهمي. افهم ايه يا جماعه؟ ايه دي ميستري يعني ولا ايه؟ بصي يعني مش هتحسيه خاله، هتحسي طارق هو اللي خاله يعني. وانت شفتيه فين بقى ان شاء الله؟ انت فاتك كتير في الجونه، السفريه اللي ما كتفيهاش. جه هو واصحابه وقعد معانا يعني. وانت بقى لما بتقعد معاه بتقول له اقعد يا خالي وتفضل يا خالي وسلامتك يا خالي؟ ايه يا بنتي الخفه دي؟ سوري يا جماعه التاخير. انت تاخرت كده ليه؟ السوشي برد. احنا اتقابلنا قبل كده. ايوه كنا لسه بنقول. بيكو عايز اعرفك، هاي دي صاحبتي. يا اخي سيبها بقى، الموضوع لطيف سوشي وبتاع. بيكو بيفهم. ايوه يا بنتي طبعا ده خالي. انا جعان جدا. الله، اكيد انت اللي مختاراه. شور. برافو. هو انت اتاخرت كده ليه صحيح؟ ابدا يا سيدي، السواق خد العربية وداها التوكيل، وهو رجع في نفس الوقت اللي حصلت في الحادثة. فاتحبس 3 ساعات في الطريق. ايه ده؟ حادثة ايه؟ انت ما عرفتيش اللي حصل؟ لا. ده في اتوبيس مدرسة اتقلب النهاردة. يا انا ما شفتش أي أخبار النهاردة بصراحة. تلاقي السواقين كانوا ضاربين. أكيد. ايه ده؟ فعلا كان في حادثة. ايه ده؟ دي مدرسة أخوك يا هايدي. كنت عند مدير المستشفى وطمني انه كويس. كريم حالته ايه؟ كسر مضاعف في رجله. انا اقدر اشوفه صح؟ طبعا هو كويس. هو كويس اطمني. هو مفيش كاميرات ناحيه خروج الاتوبيسات؟ كل المدرسة بكل الكوريدورز اللي فيها كاميرات. هو حضرتك عايز تشوف الكاميرا اللي جاب الأتوبيس وهو بيتحرك من هنا؟ أيوه يا فندم بالظبط كده. إيه يا محسن؟ فين الكاميرا اللي جايبة البوابة؟ يا فندم كل الكاميرات شغالة ما عدا الكاميرا دي عطلانة. عطلانة إزاي؟ شفتي آخر مرة اشتغلت فيها إمتى؟ إمبارح. لا استنى يا فندم، اخر صوره لقطها الساعه 8 الصبح. اختي على جماله يا ناس، ايه القمر ده؟ مش عايز تشوف حماده يا عم ناصر؟ لا عايز طبعا. امسك خد بالك من الطريق. ربنا يستر. بسم الله ما شاء الله.
بتعمله ده؟ في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مش هينفع نقف على الطريق كده، وما ينفعش انك تركب. نسيت حاجة مهمة مع ياسر، اديها له. طب بس بسرعة يا ابني. بقول لك ايه؟ امشي انت كمل في طريقك عادي وانا برجع اخد العربية. انا مش نازل. استغفر الله العظيم. اتحرك يا عم نصر، اما نشوف اخر كلاب العيال ده ايه؟ ما روحتيش خدت الولد ليه زي ما اتفقنا؟ ظهور الشغل وظهور الفلوس وظهور اي حاجه تخلينا واقفين في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ده. لا الغي بقى كل المواعيد النهارده، يعني خليها بكره. اوكي يلا. انت فعلا بتاخد مواعيد شغل؟ شغل ايه بس؟ وبعدين بطل طريقتك دي، احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ حد من الموجودين فصيلة دم و اي بي؟ انا فصيلة دم اي بي. طب اتفضل معايا. مين بعد اذنك محتاج دم؟ حالة جوه. ايوه مين يعني؟ اتفضل يا استاذ اتفضل. لما قال ان جاب 17 من 20 في العربي انا قلت له برافو، لكن لما جيت اراجع معاه لقيته مكمل الاجابه في ظهر الورقه. قلت له يمكن المس ما شافتهاش. قال لا شافتها وقالت لي انت كذاب، انت كملت بعد ما استلمت الورقه. ايوه فعلا حضرتك، هو كتب الاجابه بعد ما استلم الورقه. حضرتك هو مش كذاب؟ بص حضرتك، انا هنا في المدرسه بقالي 5 سنين وعدى علينا الحالات دي كتير. يعني على سبيل المثال السنه اللي فاتت كان في طالب عمل كده وجبنا عدسه مكبره واكتشفنا فعلا انه كتب الاجابه بعد ما استلم الورقه. حضرتك انا عارفه الطلاب بيعملوا ايه جدا. حضرتك وليد ممكن يعمل اي حاجه الا انه يكتب. لو قلت لي ضرب شتم ممكن، لكن يكذب ده مش وارد في بيتنا ومش شخصيته لانه ما بيخافش. انا عمري ما حسبته على نتيجه امتحان في المدرسه. جاب 7 من 20 10 من 20 ما بتفرقش، مش هيغير قيمته في عينيا. علشان كده مفيش عنده مبرر انه يكذب عشان يزود درجاته. حضرتك فاهماني؟ وبعدين عندكم في المدرسه بتخلوا الطلبه يكتبوا بالقلم الحبر. حضرتك لو ركزت شويه هتلاحظي ان الحبر القديم بيبقى خفيف شويه عن الحبر الجديد. والامتحان ده بقاله 4 ايام، يعني لو في فرق حضرتك كنت هتلاحظي. وثانيا هو كتب في الاجابه اولا ونجمه، وبعدين قلب الصفحه وكتب ثانيا ونجمه. ده عشان حضرتك تلاحظيها وتصححيها. انا هزود الدرجه حالا. لا حضرتك، انا مش جاي عشان تزودها له، انا عايز حضرتك تعتذري له. حضرتك انت جرحت كرامته وقلت له انت كذاب. انا عايز حضرتك تعتذري له لانه مش كذاب. مش عايز حاجه؟ بابا. ايه يا حبيبي؟ ربنا يخليك لي، بحبك. وانا كمان بحبك يا حبيبي.
الو طمني يا بابا، ماما ما بتردش. خير ان شاء الله خير. وليد حصل له ايه؟ خير يا حياة. الاخبار بتقول ان في ولاد ماتوا. ما فيش الكلام ده، الكلام ده مش مظبوط. انا وماما في المستشفى وما سمعناش حاجه. عشان خاطري قول لي الحقيقه، اخويا جرى له ايه؟ ممكن تهدى يا حبيبتي، لحد دلوقتي ما نعرفش اي حاجه، بس الحمد لله الدكاتره كل شويه بيطمنوا. بجد بجد ممكن تخلي بالك من نفسك بقى. الميديكا اول ما هعرف حاجه بطمن اكلمك. يلا حبيبتي تليش. هو ابني فين؟ حضرتك هتدخل تتعقم من الأول. حاضر. ابني اسمه يوسف، هو فين؟ هناخد الدم وهتخرج على طول. فصيلة دمه ايه دي؟ دكتور انا عايز اطمن على ابني. يعني لو الدم مش لابنك مش هتتبرع؟ لا طبعا انا اكيد هتبرع، بس انا عايز اطمن عليه. ارجوك يا دكتور طمني عليه. هو حضرتك اسمك ايه؟ شريف نجيب. والد يوسف؟ انا والد يوسف. الدم مش لابنك. انا لازم اشوفها يا دكتور. يا استاذ ما ينفعش كده لو سمحت. ما ينفعش كده، هنطمنك عليه. اهدى شويه. سيبه كده. استاذ شريف من فضلك حاول تتمالك نفسك، ان شاء الله هتطمن عليه يوسف. كويس؟ كويس الحمد لله، كويس زي الفل. هو فين؟ شويه كده وهندخل له. انت كنت فين يا هايدي؟ اتغدى بره مع صحابي وعرفته بالصدفه. ازاي ما حدش فيكم يكلمني؟ انا مش فاهم بصراحه، هنفضل مستنيين كده لغايه امتى يعني؟ يا ابني اهدى، ما تعملش في نفسك كده. لسه مش عارفة أي حاجة. ادعيله أنت بس والنبي. طيب أكلتي البنات؟ خلاص. السلام عليكم. حبيبي الصبح قبل ما ينزل قال لي هتطبخ لنا إيه يا ماما؟ أنا نفسي في رز وملوخية. قلت له من عينيا يا حبيبي، عملت له الرز والملوخيه، كل حاجه موجوده وانت اللي مش موجود يا حبيبي. يا رب يا رب